السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا شباب يا حلوين لمقطع جديد لجيفاوي جديد طبعا بسويه عندي في القناة. قد حبيت أبدأ معاكم من دحين وديكم المقطع من دحين. ليش؟ ليكون في مجال طويل عبال ما أسوي الجيفاوي أو أعطي الفائز الجيفاوي. طبعا إن شاء الله راح يكون الجيفاوي لعبة Ghost of Tsushima. طبعا هي راح تنزل الشهر الجاي يوم 17، واليوم اوريدي التيم اعلنوا في تويتر انه النسخه صارت جولد يعني جاهزه. اللهم شغالين ايش ينسخوها في السيديات في المصنع طق 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 ونشر ان شاء الله خلال الشهر ده. بما انه نزل الخبر ده اليوم وفي نفس الوقت انا عندي نيه اسوي جيف اوي. طبعا الجيف اوي زي ما قلت لكم اول واكرر لكم هي ثاني مره راح تكون لعبه Ghost of Tsushima. شروط المسابقه او شروط الجائزه: اشتراك في القناه، تعليق او كومنت في نفس المقطع هذا، وباذن الله راح اعلن الفائز وقت او قبل نزول اللعبه بكم يوم يومين على حسب، او وقت نزول اللعبه لانه اقدر في نفس الوقت اخذ الجائزه واعطيها للشخص اللي يستاهلها او سعيد الحظ اللي راح يوصل له الجائزه باذن الله. طبعا زي ما قلت لكم ان شاء الله عندنا شهر كامل والشروط تعليق اشتراك في القناة، وفالكم الخير والجائزة، والسلام عليكم.